متابعي القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري، مرحبا بكم إلى الجزائر مباشر. وفي اليوم في الحدث، وباسم الاستقرار، تسير الجزائر قوية بشعبها وبقيادة رئيسها قدما نحو تحقيق أهدافها. وفي الملف لنهار اليوم، 60 مليار دولار صادرات سوناطراك لسنة 2022 وتحلية مياه البحر خيار استراتيجي للجزائر في مواجهة الجفاف. وفي الملف الدولي اليوم مع زميلي بدر الدين عباسي، وفي الذكرى 47 ليوم الأرض، الفلسطينيون يواصلون النضال والصمود في وجه المشروع الاستيطاني الصهيوني وإدانات دولية لاقتحامات الأقصى. متجددة مشاهدينا، كما جاء في العناوين في الحدث اليوم، سيكون لدينا نقاش هنا في البلاطو حول الاستقرار وحول مؤشرات الجزائر الجديدة التي أصبحت تظهر جليا للعيان وباعتراف خارجي وداخلي وبمؤشرات قابلة للقياس. ذلك الاستقرار المدروس والاستراتيجي وليس استقرار نقيض الفوضى. أسعد باستضافة معي هنا في البلاطو كل من الأستاذ الدكتور سليمان عراج، عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية. سيدي مرحبا. أهلا وسهلا وصحة فطركم، وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. شكرا دكتور سليمان عراج. ويحضر معنا أيضا الدكتور محمد بخاري، أستاذ في الاقتصاد ومحلل اقتصادي، أيضا مرحبا بكم أستاذ. شكرا لاستضافة، تحية لكم، تحية للأستاذ الكريم والمشاهد بصفة عامة. شكرا لكم أستاذ محمد بخاري. أبدأ معكم أستاذ سليمان عراج. لما نتحدث عن الاستقرار يجب أن نعطيه مؤشرات قابلة للقياس. أستاذ سليمان عراج، متى نقول عن دولة أنها مستقرة؟ شكرا لك. قبل أن ربما نتكلم على مؤشرات الاستقرار، لابد أن نتحدث على مفهوم الاستقرار. ماذا نعني بالاستقرار؟ جيد. الاستقرار هو عبارة عن، من ناحية العملية، هو عبارة عن منظومة تتضمن جملة من الأدوات والآليات التي تسهم في تحسين مؤشرات الاستجابة. نعم. بالدرجة الأولى، لأنه العنوان الرئيسي المنبثق عن العنوان الأساسي اللي هو الاستقرار هي مسألة الاستجابة. لما تتحسن مؤشرات وكيفيات وأدوات الاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع، نكون بصدد البناء أو تحذير لأرضية استقرار صلبة قائمة على رؤية، على استراتيجية، وتهدف إلى تحقيق أو تسعى إلى تحقيق أهداف، ويكون الغاية من هذه الرؤية ومن هذه الأهداف، نعم، الغاية الأساسية هي الاستقرار. فمسألة المؤشرات يعني تختلف حسب اختلاف مستويات حديثنا عن الاستقرار. نعم. الاستقرار لأنه يأخذ بعد أو مستوى سياسي اقتصادي أمني بالدرجة أيضا الأساسية، لأنه ما يمكنش نتكلم على استقرار في بعده التنموي والاقتصادي بعيدا عن الاستقرار الأمني الذي يعتبر اللبنة الأساسية والركيزة الأساسية والمتطلب الأساسي أو الحاجة الأساسية للإنسان ولا للفرد ولا للمواطن. نعم. هي الأمن. لما تتحسن مؤشرات الاستجابة وتحقيق الأمن، تأتي باقي المؤشرات اللي كما قلت، ربما نتكلم على مسألة الانفتاح، على المشاركة، نتكلم على مستويات النمو وغير ذلك من المؤشرات التي تبنى عليها يعني مسألة الاستقرار. نعم. وكل ما غصنا ربما أو دخلنا في مستوى معين يعني نقدر نفسر حقيقة هذا الاستقرار انطلاقا كما قلت من مختلف هذه المستويات اللي هي مستويات أساسية. نعم. تجسد في مجملها منظومة متكاملة
لها أهداف غايات وآليات وآليات وأيضا الرهان هو كيف نحقق الاستقرار وعبره كيف يتم يعني تحقيق التنمية كمتطلب أيضا من متطلبات الاستقرار. جيد أستاذ محمد بخاري، لما نتحدث عن الاستقرار نتحدث عن سياق إقليمي ودولي أيضا، كلما يكون هذا السياق الإقليمي والدولي يكون مستقر يمكنك أن تحقق الاستقرار في بلادك. لكن لما نقيس ما يحدث اليوم على بلادنا على الجزائر، الكل يجزم أن هناك استقرار في الجبهة الاجتماعية رغم وجود لا استقرار في عديد البلدان والبلدان المتطورة والبلدان التي لديها ربما تاريخ ولديها أيضا تقاليد في هذا. أستاذ محمد بخار شكرا. على كل حال هو سؤالك يعني مكمل لما قال الأستاذ الكريم. نعم، لأن أكفاتني وقال تكلم على أن المستويات الثلاث، لأن بدون نتكلم على الجانب الاقتصادي طبيعة الحال، يعني ما كاش بدون إذا كان ما كاش يعمل ما كاش استقرار، وما كاش استقرار ما كاش يعني تنمية، هذا يعني مفروغ منه. نعم. الآن من حيث المفاهيم يعني بالنسبة لنا كاقتصاديين نشوفوا أن هنالك نقطتين يعني مبدئين يرتكزون عليه. المبدأ الأول هو مبدأ والأسس المتينة، يعني إذا شبهنا مثلا بالبنيان فإن إذا إنسان بنى بناية ما يقدرش يبنيها في أرض زلجة أو في منحدر أو في واد أو شيء آخر. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية يجب أن تكون هنالك القدرة على الثبات أمام الاهتزازات والارتدادات، بمعنى أنه إذا كان كما تفضلتم وقلتم كانت هنالك في الدول المجاورة وفي العالم تغيرات مثل الأزمة الأوكرانية مثلا أو الأزمة الكوفيد وغيرها، في فرنسا أيضا هذه الأيام وحتى في فرنسا ودول أخرى، يعني ما يمكن أن يؤثر وعنده ارتدادات على اقتصادنا، فمعنى الاقتصاد يعني يبقى يعني ثابت حتى إذا كانت هنالك اهتزازات ولكن تكون في نفق صغير لا تسمح بانكسار هذه البداية. وهذا هو نفس الشيء بالنسبة للاقتصاد الوطني. احنا عندنا عمليا معنا احنا شفنا في مع السيد رئيس الجمهورية أنه أتى اولا بمجموعه من يعني المشروع تاع 54 البوند في المشروع نتاعو، وان هذا المشروع بحد ذاته يعبر على اولا يوضع اسس للاقتصاد الوطني، لان نقولها بكل صراحه في فترات سابقه الاسس هذه كانت غائبه، وشفنا للاسف الشديد بعض التجاوزات وكل الخاص والعام يعرف ماذا حدث في مرحله سابقه. اليوم هذه الاسس معناتها ان وضع لبنات الحكم الراشد اولا، ثانيا وضعت كل النظم القانونيه التي تسمح بالسير الحسن لاقتصاد السوق، هذه اساسيات حتى يكون اقتصادنا يمشي وفق المعطيات الدوليه. نعم. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه من حيث عندما التثبيت على الاهتزازات معناتها لازم يكون عندنا مجموعه في نفس برنامج اداره الجمهوريه هنالك مجموعه من القطاعات ذات الاولويه، يعني في اي قطاع لازم نذهب له، لماذا هالاولويه في هذا القطاع؟ كيف نساند هذه القطاع؟ نعم. على هذا الاساس عندما نبني هذه المنظومه يمكن أن يكون لنا اقتصاد مستقر، وهذا الشيء اللي احنا نلاحظه بما أنا تكلمت على المؤشرات. نعم. الموضوعية نشوف احنا اليوم أنا ما نحبش نتكلم على المؤشرات الكيفية لأنها مؤشرات بكل واحد بيحسب كيفاش يشوف مليح. نعم. ماشي مليح، ولكن عندما تكون مؤشرات موضوعية يعني بالأرقام، والأرقام راهي واضحة تبين على استقرار سواء في الجانب الاقتصادي أو في الجانب الاجتماعي. في الجانب الاقتصادي رانا نقولوا اليوم رانا في نمو، وهذا بشهادة أرقام بشهادة المنظمات الدولية، يعني باش ما نكونوش منحازين. نشوفوا أن اليوم هنالك نمو اقتصادي ب 4.25%، يعني نمو مرتفع لا بأس به، مستوى عالي. نشوفوا أن ارتفاع صادرات خارج المحروقات يعبر عن ديناميكية للاقتصاد الوطني. نشوفوا بلي أن هنالك شيء مهم جدا بالنسبة لاقتصادنا، احنا نعتمد على سعر الصرف الثابت وعن احتياطات الصرف التي كنا نقولوا في 2019 سوف يعني تزول، ولكن اليوم الحمد لله رانا في ارتفاع، وصلنا الى اكثر من 62 مليار دولار. نعم. في المراحل الاخيره. شفنا الجانب كذلك الاجتماعي، وهنا الارتدادات تكلمت على فرنسا، يعني الارتداد بماذا مرتبط؟ مرتبط بالجانب الاجتماعي بارك الله فيك، ولكن احنا رغم الجائحة تاع كورونا ورغم أن الأسعار انخفضت في البترول ورغم الأزمة الأوكرانية ورغم ارتفاع الأسعار الدولية واللي عندها أثر، لأنها الارتفاعات على الأسعار تؤثر على القدرة الشرائية بطريقة غير مباشرة لأنها تضعف من قدرة شراء الدولار أو الأورو يعني بصفة عامة، ولكن من حيث البطالة ارتفاع. نعم. المعاشات، زيادة الأجور، زيادة الأجور 48%، يعني هذه كلها هي مكتسبات تبين على هنالك عملية استقرار، وأن
في خضم هذه التغيرات الدولية وهذا اللا استقرار الموجود في كثير من الدول، فالجزائر من تلك الدول القلائل التي استطاعت أن تبقي على استقرارها، وهذا هو المهم. جيد. أستاذ سليمان عرج، لطالما تم استعمال مصطلح الاستقرار من أجل صرف الأنظار ومن أجل التمويه في مرحلة من المراحل، اليوم هل فعلا تشعرون أنه فيه استقرار ينافي ويضع حدا مع تلك المرحلة التي كان يستعمل فيها مصطلح الاستقرار من أجل نوايا أخرى أستاذ حلاج؟ هل فعلا يشعر الشعب بالاستقرار وهو المقياس الأوحد؟ هذا المقياس الأساسي. ربما حتى الاستقرار ما يمكنش أن نقيسه بشريحة معينة، أو بل لابد من يعني اعتماد مؤشرات عامة. هذه المؤشرات العامة هي مستوى الرضا العام اليوم في المجتمع الجزائري. دعني أقول أنه لما نشوف التهديدات، سواء يعني بتعددها وباختلافها، ونشوف درجة ومستوى التفاعل وكيفيات التفاعل مع هذه التهديدات ومجابهة هذه التهديدات، أعتقد أنه هنا نتكلم على أو يمكن أن نحكم على مستوى الاستقرار داخل المجتمع، ونقول أنه الشعب يحس بالأمان والشعب يحس بالاستقرار. وبطبيعة الحال ما راحش نقوله أنه من سابع المستحيلات أنك ربما تقول أن هناك استقرار 100% أو أن هناك تحكم في كل صحيح. المؤشرات 100%، هذا هذا ما أنزل الله به من سلطان. توجد يعني دائما بعض العثرات، لأنه لماذا الحركية اليوم نتاع سواء السوق العالمية أو تطورات الحياة التي تفرضها اليوم تجاذبات وسياقات العولمة اليوم، حتى التكنولوجيا لما في تطورها تفرض تحديا وتهديدا على واقع المجتمع يحدث أحيانا اضطرابات. وبالتالي مسألة الاستقرار هي ذلك يعني المؤشر أو المتغير الذي يربط بين البعد الأمني والبعد التنموي. لما نحقق توازن بين البعدين نصل يمكن القول أننا في مرحلة استقرار وفي مرحلة ضمان يمكن عبرها ومن خلالها تحقيق الانطلاقة وتحقيق الأهداف. لما نسقط هذه المؤشرات وهذه الطروحات على الجزائر نقول أنه التعهدات التي جاء بها السيد رئيس الجمهورية 54 تهدف إلى تكوين يعني أو أن يتحول الاستقرار ليس فقط إلى من مجرد منظومة، بل إلى ثقافة مجتمعية ينخرط فيها المواطن. لأنه اليوم لما تتحسن مؤشرات الاستجابة، استجابة في إطار سياسة العامة للدولة لحاجيات ومطالب المجتمع، ولما يكون فيه تحسن في مؤشرات الحكم يعني الحكم الراشد وترشيد الحكم، لما نتكلم على زيادة مستوى المشاركة والانفتاح المجتمع، ولما نتكلم على تحسن القدرة الشرائية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، ويكون فيه أيضا أريحية على المجال أو المستوى الثقافي، هنا نبدأ نتكلم على يعني مسألة الاستقرار المحقق، ونبدأ نتكلم على أنه كيفيات تحقيق الأهداف المرتبطة بمشروع المجتمع، وهو كما قلت الرؤية التي تتضمنها تعهدات رئيس الجمهورية 54. لأنك لما تبدأ تتكلم على الإصلاح، إصلاح المؤسسات، ثم ننتقل وما يصاحبه من تكييف للمنظومة التشريعية، وبالموازاة لذلك نتكلم على خلق مؤسسات لشريكة في صناعة القرار. احنا نتكلم على المجتمع المدني، ونتكلم على دور الشباب، ونتكلم على إعطاء إعادة الاعتبار للعملية التمثيلية وعملية التشريع في البرلمان وغير ذلك من المؤسسات، ثم كيف نربط هذه المتغيرات بمفاهيم أخلاقت
الحياة السياسية، وأخلقت أيضا مسائل مرتبطة بإدارة الشأن العام، لأنه محاربة الفساد راه يدخل في إطاري أخلقت إذا يعني الحياة العامة، وفي شق منها أخلقت الحياة السياسية. اليوم لما يوصل المجتمع إلى بناء منظومة معايير قائمة على هذه الأبعاد، أستطيع القول أنه في طريقه إلى تحقيق الاستقرار المنشود كغاية من الغايات. أما الاستقرار المرتبط بمعالجة إشكالات معينة أو ظواهر عابرة أو ظواهر يعني ماهيش دائمة، ظاهرة لظرفية اللي تظهر في ظرف معين، ثم لما نتكلم مثلا نروحوا واحنا في مناسبة شهر رمضان نتكلموا على ارتفاع الأسعار، لما ننجح في إعادة يعني ضبط السوق وممارسة الضبط من خلال مؤسسات الدولة وما إلى ذلك، نتحدث على استقرار على مستوى ربما السوق الاقتصادية أو على مستوى التجارة أو غير ذلك من يعني هذا كنموذج. ثم أيضا لما نتكلم على لما نحسن مؤشرات المشاركة السياسية، يكون فيه إقبال على يعني على الانتخابات، إقبال على المشاركة في إدارة الشأن العام، نشوف مبادرات مجتمعية، نشوف انخراط المواطنين في إطار يعني الجمعيات وفي إطار فعاليات المجتمع المدني، نتحدث على استقرار سياسي ويعني ينطلق من مسألة تحقيق أو وصولنا إلى مستوى معين من المشاركة والمبادرة المجتمعية، وهلما جرا يعني نقدر نسقطوا هذه المسائل على عدة قطاعات وعدة مستويات. جيد أستاذ أعراج. أستاذ محمد بخاري، أستاذ أعراج تحدث عن قضية التمثيل، هذا الشيء يقودني إلى قضية أخرى وهي قضية الحوار. اليوم الدولة تفتح باب الحوار مع ممثلي الجبهات مختلف الجبهات الممثلي الجبهة الاجتماعية، أذكر جلسات الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، جلسات الفلاحة، كانت فيه ورشات. ألا ترى أن هذا الانفتاح على ممثلي المجتمع يمكن أن يحقق أيضا الاستقرار أستاذ بخاري؟ بطبيعة الحال خليني ممكن يعني سؤالك يعني نجاوب عليه بطريقة أخرى، يعني لأن باش نربط ما بين واش قال الأستاذ والاثنين، لأن الأستاذ فاتني شوية في نقطة مهمة، يعني كيفية قياس الأداء. لأن اليوم احنا بما أن عملية الاستقرار هي عملية تتم من خلالها وضع الأسس ووضع السياسات التي تسمح بخلق ذلك الجو المناسب لعملية تنموية، لهذا هو اللي هو الأصل. فيجب يعني من خلال هذا يعني ما شفناه اليوم في هذا النص، فإن تبين بوضوح أن هنالك وجود آليات لقياس هذا الأداء لمعرفة، وهذه حتى نصوب بنفسنا معناتها نتوجه في اتجاه ممكن احنا كما قال الأستاذ كمال الله سبحانه وتعالى. مش ممكن الواحد يحصل 20 في كل المواد، يعني راح يتحصل في بعض المواد كثير في بعض الأقل، وبالتالي يجب أن نصوب الأمور. ولكن في هذا الأستاذ إذا سمحت بفتح قوس في هذه النقطة، رأينا كيف أن السيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير كان صارما وصريحا من أجل ربما إعادة النظر في هذه العثرات التي هي عثرات عادية أستاذ، لكن حتى رئيس الجمهورية حتى هذه العثرات العادية يتتبعها أستاذ. قلت لك أصبح خبير اقتصادي معي وراك سبقتني كذلك، يعني نحن نتكلم يعني حتى تدخل في مجموعة كيفية القياس الأداء. واحد من الأدوات الأولى هي رضا المواطن بطبيعة الحال، لأن يجب من أساسيات الحكم الراشد واحد من الأهداف نتاعه هو الاستجابة إلى تطلعات وإلى حاجيات المواطن بأسرع وقت ممكن. وعلى هذا الأساس حتى نستجيب إلى أسرع وقت ممكن يجب الحكومة أن تنزل إلى الميدان، لأن بالعملية التسييرية فالعامل الزمن هو كذلك عامل مهم جدا. صحيح. وهذا واحد من والنجاعة تعتبر كذلك هدف من أهداف الحكم الراشد، وبالتالي يجب أن نسرع في الاستجابة لحاجية المواطن. كذلك نقطة أخرى لو كان نشوف هذا الموضوع، نشوف كذلك هنا المساءلة كحكم كمفهوم آخر من
من الحكم الراشد. لان عندما كما قلت لي انت عندما نشوف الكلمه اللي استعملت عندما تكلمت على العثرات والهفوات بمعنى ان هنالك تقييم ذاتي سيد رئيس الجمهوريه، يعني ما يقولش ان اعرف كل شيء، وانما فقط يقول ممكن يعني تكون هنالك بعض الهفوات العثرات، وبالتالي يجب ان نصوب نفسنا. وكيف يتم التصويب؟ وهنا كما قلت استاذ، يعني قلت كلمه طارق جميله جدا، قلت هذاك الحوار، لان بمعنى اذا اردت انا ان اعرف الموضوع فمن المنطقي فالحكم الراشد ماذا يقول؟ أننا يتكلم مع جميع الفاعلين، والفاعلين من هم؟ الجمعيات وأرباب العمل والمقاولين والجالية الموجودة بالخارج، وحتى بالنسبة إلى الدبلوماسيين الأجانب، لأنه يعطونا زاوية 360 درجة، وبالتالي نسمح لنا بالوصول إلى هذه المنظومة. وبالتالي نشوف أن مجموعة من الآليات، وهذا كما قلت لك الحكم الراشد قلت لك في بداية الحصة أن كيك هكذا نفهمه الاستقرار هو ذلك الأسس المتينة. بوجود هذه الآليات وفي هذا النص نشوف بأن هنالك تجسيد فعلي في أرض الواقع لهذه الآليات، والذهاب نحو الحكم الراشد جاي. الذي هو أساس أي اقتصاد معاصر. جيد أستاذ سيمان عرج، بقية نقطة وهي مهمة أيضا، هي قضية الاستقرار بالنسبة للخارج. نتحدث هنا عن الدبلوماسية الجزائرية في 3 سنوات أعادت فرض نفسها أستاذ سليمان عرج، وحققت ما نتحدث عنه اليوم اللي هو استقرار دبلوماسي. خليني قبل ما نجاوبك على الدبلوماسيه تفضل نكمل في النقطه اللي تكلمت عليها. شيء جميل اليوم تتكاملان في النقاش، مساله الحوار، انه لما نشوف نلقى السيد رئيس الجمهوريه يتبنى مقاربه قائمه على التشاركيه. انه لما تكون اي مناسبه مصيريه مهمه يفتح الابواب، يستقبل ممثل الأحزاب، يستقبل يعقد لقاءات مع ممثلي مختلف القطاعات. لما تنزل قوانين للبرلمان السيد رئيس الجمهورية يأمر بأن قبل ربما ما تنزل القوانين يأمر بإشراك الفاعلين، يعني فاعلي القطاع في بلورة التصور. لما جاء قانون الإعلام سيد رئيس الجمهورية أمر بإشراك يعني فاعلي قطاع الإعلام للمساهمة في إثراء هذا القانون. أيضا قانون الباحث والأستاذ سيد رئيس الجمهورية أطلب بإشراك يعني للأساتذة و يعني الجامعات في أيضا تقديم هذا التصور، وهو ما نراه ميدانيا اليوم. لما يعني في كل مرة يكون قانون في مجلس الوزراء سيد الرئيس في كل مرة يقول يعادل الإثراء للإثراء ولا إشراك الفاعلين. لأنه لماذا من بين النقاط الإيجابية اليوم في بناء ولا في إطار مفهوم الأمن القانوني، أنك لما تبني قانون تبنيه من خلال إشراك مختلف الفواعل بمقترحاتهم بتصوراتهم، وتحاول أيضا تكيف كل هذا الشيء مع توجهات الدولة. أعتقد أنه هذا من بين متطلبات النجاعة ومن شروطها، وهي مسائل كلها ذات جدوى، وأيضا الهدف الأساسي هو أنه الجميع يتحمل مسؤولياتهم، وبالتالي الجميع يصبح مساهم في صناعة الاستقرار المنشود، والجميع مساهم في صناعة مستقبل أفضل. هذا على المستوى الداخلي، لأنه لو كان نزيد نفصله راح نأخذ وقت كبير. نروح للدبلوماسية، نعم نروح للجانب الدبلوماسي وعلى المستوى الخارجي. اليوم في إطار السياسة الخارجية، التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية في كل دول العالم تسعى إلى كيفية بحث أو البحث عن كيفيات إخضاع أهداف السياسة الخارجية لمتطلبات الداخل كشرط من شروط صناعة الاستقرار. اليوم لما نتكلم على الدور الجزائري أو مواقف الدولة الجزائرية الثابتة، اليوم لما نشوف نقيسها بالملف الليبي أو مع المصالحة في مالي أو حتى الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار تعزيز التعاون في الفضاء المغاربي مع الجزائر مع تونس مع موريتانيا، وحتى كما قلت مع الشقيقة ليبيا وغير ذلك من الدول، هذا عبارة عن يعني مؤشرات لصناعة الاستقرار أو مؤشرات داعمة لصناعة الاستقرار. حتى القضية الفلسطينية في المحيط الإقليمي أكيد، لأنه هنا الاستقرار نشوفه البعد الإقليمي وحتى البعد الدولي. لأنه اليوم لما يتم اعتماد المقترحات التي تقدم بها السيد رئيس الجمهورية في الأمم المتحدة لمحاربة التطرف والتطرف العنيف، هذه عبارة عن مقاربة وقائية استباقية لصناعة الاستقرار. إذا الاستقرار يتم وفق مقاربة دفاعية وحمائية
ومقاربة وقائية على المدى المتوسط والمدى البعيد، وهو ما تعمل الجزائر اليوم في سياقه وفي إطاره، على أنها تتدخل في إطار مبدأ الحماية، أنها تحمي شروط ومتطلبات الاستقرار. احنا نتكلم على البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية، نعم، اللي أكد عليه الدستور وتأكد عليه الحكومة ويأكد عليه السيد رئيس الجمهورية في كل مرة. دفاعية من خلال التأكيد ربما على مواقف الجزائر في على الصعيدين الإقليمي الدولي بالنسبة للمنظمات المنظمات الغير حكومية، ويعني علاقتنا مع البيئة الخارجية ووقائية اليوم ما تساهم فيه الجزائر من تصورات إيجابية تقدم اليوم كمقاربات يسترشد بها، يسترشد بها ويعتمد عليها في إيجاد الحلول وبناء تصورات لدعم الاستقرار في المنظومة العالمية والإقليمية. وصلت رسالتكم، شكرا لكم الأستاذ سليمان عراج عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، شكرا لكم على الحضور وعلى الإفاضة. أستاذ دكتور محمد بخاري، شكرا لكم أيضا على الحضور وعلى هذه المشاركة. مباشرة إلى الملف. الأمن الطاقوي والأمن المائي مصطلحان مهمين وأثبتا أهميتهما في الأزمات الإقليمية والدولية الأخيرة. الجزائر تعمل وتضع كل آلياتها وكل مجهوداتها من أجل ضمان الأمنين، نتحدث عن الأمن الطاقوي وعن الأمن المائي أيضا. هذا سيكون ملف نقاشنا مع ضيفي الكريمين، كل من السيد رشيد زرداني. سيدي، أنتم نائب الرئيس المدير العام المكلف بالاستراتيجية والتخطيط والاقتصاد بمجمع سنادراك، مرحبا بكم سيدي. مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. شكرا على تلبيتها أيضا. ويحضر معي أيضا السيد سفيان زميش مدير التطوير بيئة الشركة الجزائرية للطاقة، مرحبا سيدي. مرحبا، مساء الخير والصحة فطركم. شكرا لكم. أبدأ معكم سيد زرداني للحديث عن هذه الحصيلة الأخيرة الخاصة لسنة 2022. في كل مرة نتحدث عن ما تقوم به سوناطراك، لكن هذه المرة لدينا أرقام أستاذ، وهي قابلة للقياس أيضا، وهنا تكمن الموضوعية. أهم شيء في الحصيلة هو 60 مليار دولار، كانت هذه حصيلة 2022 من البترول. أستاذ زرداني، شكرا على هذا السؤال وهذه الفرصة لكي نقدم الأرقام الأولية لسنة 2022 لسوناطراك. سنة 2022 كانت جد إيجابية بالنسبة لسوناطراك وعلى جميع الأصعدة، خاصة لقد قدمت رقم 60 مليار دولار، هو رقم أعمال الصادرات لسوناطراك. ولو نشوف هذا الرقم فإنه كان بفضل الأسعار اللي كانت جيدة في سنة 2022، بحيث سعر البترول، معدل سعر البترول لسنة 2022 قارب 104 دولار للبرميل، وكذلك سعر الغاز في السوق الفورية اللي كان يتراوح ما بين 20 إلى 40 دولار للوحدة الحرارية للغاز، وهذه أسعار جد جيدة. ولكن إضافة إلى ذلك كانت هناك جهود لسوناطراك، جهود للرفع من الإنتاج، بحيث سوناطراك قدرت ترفع الإنتاج تاعها لسنة 2022 بحوالي 4 مليون طن مكافئ بترول. وكذلك كانت سوناطراك عندها مبادرات في السوق الدولية. أولا سوناطراك قامت بمراجعة أسعار العقود الغاز مع جميع زبائنها الخارجيين، راجعنا هذه الأسعار لكي نتوافق مع معطيات السوق، مع معطيات الأسعار الجيدة للسوق. وهذا يعتبر أيضا إنجاز أستاذ، هذا يعتبر إنجاز لأن المفاوضات كانت جد شاقة مع جميع الزبائن في وقت واحد. كان عمل كبير لهيئات سوناطراك مختصة في التسويق، وكذلك وكان هناك لازم سوناطراك كان عليها أن تقنع الزبائن بالأسعار الجديدة. وأيضا سوناطراك
قامت بضخ كميات إضافية من الغاز في السوق الفورية. السوق الفورية أي مارشي سبوت نقولوا عن طريق الأنبوب اللي يربط الجزائر بإيطاليا، حوالي 4 مليار متر مكعب من الغاز من كميات إضافية. هذه الكميات الإضافية طبعا جاءت بعد تلبية السوق الوطنية من الغاز الطبيعي، وكذلك تلبية التزاماتنا مع جميع زبائننا في السوق الدولية. سأعود إليك سيد زاداني حتى نتحدث الآن عن الأمن المائي، الشركة الوطنية للطاقة وهي فرع من فروع سونطراك. أيضا في الحديث عن مؤخرا كانت فيه أزمة مائية عندنا في الجزائر وعلى غير العديد بلدان في إقليمنا الجغرافي، لكن تم اتخاذ إجراءات منها تحلية مياه البحر. سيد سفيان زميش، أين وصل هذا المشروع؟ لا نتحدث فقط عن العاصمة وإنما على شريطنا الساحلي. سيدي شكرا على السؤال. نبدأ لا سمحتم يعني بتعريف الشركة الجزائرية باختصار، يعني هي شركة ذات أسهم وهي فرع من فروع مجمع سونطراك. تأسست في 2001 من أجل إنجاز المشاريع الكبرى، لا سيما المشاريع الطاقوية يعني بإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر. فيما يخص الشركة الجزائرية للطاقة، تعتبر الآن أداة الدولة في تحقيق الأمن المائي، وكي نحكو يعني الآن على الأمن المائي نحكو على الأمن القومي. صحيح. والأمن المائي يعني المشكل اللي تسبب يعني في الأمن المائي في الجزائر هو التغيرات المناخية، الاحتباس الحراري الذي شهدته الجزائر والعالم كافة يعني في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى وضع استراتيجية تتماشى مع هذا المشكل يعني تأمين السكان بالماء الشرب. وضعتها الدولة الجزائرية باعتماد طرق غير تقليدية، وهي ترتكز أساسا على تحلية مياه البحر. وهذا البرنامج يعني يتلخص في برنامج رئيس الجمهورية بإطلاق برنامجين، البرنامج الاستعجالي والمتمثل في إنجاز 3 محطات على مستوى الباخرة المحطمة والمرسى وقرصو بسعة إجمالية تقدر ب 150 ألف متر مكعب. في 3 محطات يعني قمنا باستقبال محطتين، يعني محطة الباخرة المحطمة والمرسى بسعة إجمالية دخلت حيز الخدمة، والآن راهي يعني تعزز تأمين تزويد المواطنين بالماء الشاروب بسعة إجمالية تقدر ب 70 ألف متر مكعب يومياً. يعني يومياً ما يعادل 70 مليون لتر في اليوم. وعندنا محطة قرصو اللي أخذت فيها الشركة كل التدابير من أجل تقليص أجال استلام هذه المحطة، وسوف نقوم باستلامها إن شاء الله عن قريب. فيما يخص البرنامج التكميلي، هو البرنامج الثاني والمتمثل في إنجاز 5 محطات على مستوى كل من ولاية الطارف، بجاية، بومرداس، تيبازا وهرن. السعة الإجمالية للمحطات هي 1,500,000 متر مكعب، يعني بسعة تقدر ب 300,000 متر مكعب لكل محطة. لهنايا حبيت نتكلم على موضوع، هو انه هي سابقه في تاريخ الجزائر انه تطلق 5 محطات بسعه انتاج عملاقه واللي هي 300,000 متر مكعب في وقت واحد، مما يمثل يعني للشركة الجزائرية للطاقة 3 تحديات. التحدي الأول هو أنه المحطات أطلقت في وقت واحد. الأجال المرفق لإنجاز هذه المحطات هي 24 على أقصاها، يعني 24 شهر. وتم احترامها. وسيتم احترامها إن شاء الله بالاستراتيجية التي وضعتها الشركة الجزائرية للطاقة تحت إشراف مجمع سونطراك من أجل تسليم المحطات في الأجال المحددة. والتحدي الثالث هو أن هذه المحطات سوف تنجز بشركة جزائرية عندها يعني خبرة في إنجاز المشاريع، هذه أول تجربة لها يعني في تحلية مياه البحر. المحطات الحمد لله الآن رانا تجاوزنا مرحلة إبرام الصفقات وإمضاء العقود، رانا دخلنا في مرحلة جديدة في حياة المشاريع هذه،
وهي استلام الدراسات الهندسية الأولية في خمس محطات. الحمد لله قمنا باستلام كل واعتماد كل الدراسات الأولية الهندسية، وسنقوم ان شاء الله بالصب الخرساني. دونك لا بروميير كوليد بيطون ان شاء الله تكون رانا درناها في محطه كابلون، وسيتم يعني نفس كل المشاريع تمشي بنفس الوتيره، تمشي بنفس الوتيره ووتيره متسارعه جدا من اجل تقليص اجل انجاز هذه المحطات. جيد، سأعود اليك سيد زميش سيد زرداني. لما نتحدث عن ما قامت به سوناطرك نتحدث عن قضيه التسويق لانها مهمه جدا. كانت هناك عديد الاتفاقيات وهو ما ادى الى الوصول اليوم الى هذا الرقم اللي هو 60 مليار دولار. طبعا احنا سوناطراك سجلت عده اتفاقيات سواء في سنه 2021 وكذلك خاصه في سنه 2022. كانت هناك اتفاقيات مثلا مع الشريك الايطالي ايني من اجل ضخ كميات جديده، وكذلك هناك اتفاقيات مع شركاء اخرين في اوروبا خاصه، وهذا من أجل التسويق، من أجل خاصة اتفاقيات في مجال الغاز، تسويق الغاز الطبيعي، بحيث هناك العقود اللي كانت مثلا تنتهي مدة صلاحيتها في 2028-29 زدنا هذه العقود الأجل تاعها إلى خمس سنوات آخرين. هناك عقود جديدة مثلا مع شريك سلوفيني جوبلين، كان عقد جديد لبيع الغاز من خلال خط إيطاليا؟ من خلال خط إيطاليا. نعم. وهناك عقود أخرى في مجال التنقيب والإنتاج، وهنا شركة سوناطراك بفضل القانون المحروقات الجديد 19-13 اللي يسمح لشركة سوناطراك بمفاوضات مباشرة مع شركائها، قدرنا لحد الآن من إمضاء ثلاث عقود في هذا المجال. العقد الأول كان مع الشريك الإيطالي إيني في حقل بركين جنوب، العقد الثاني كان مع شريك صيني سينوباك في حقل زرزايتين، والعقد الثالث وهو عقد مهم جدا مع مبالغ تفوق ما يقارب 4 مليار دولار مع في حقل بركين، حقل هو حقل مهم جدا بالنسبة لسوناطراك، حقل بترولي مع شريك أوكسي الأمريكي وتوتال إنرجي الفرنسي وإيني الإيطالي. هذه عقود مهمة راح تمكن سوناطراك من رفع الإنتاج تاعها على المدى المتوسط، وكذلك تمكن سوناطراك من استرجاع كميات إضافية من هذه الحقول عن طريق إدخال تكنولوجيات لاسترجاع أكبر كميات من هذه الحقول. هناك أيضا ديناميكية في سوناطراك من حيث الاكتشافات، بحيث سوناطراك كيفت استراتيجية الاستكشاف تاعها بداية من سنة 2020 خاصة في جميع مراحل عملية الاستكشاف، وخاصة في جانب اتخاذ القرارات في جميع مراحل الاكتشاف، لأن الاكتشاف كما تعلمون هو مخاطرة وهو مكلف جدا، والقرار مهم جدا في الاكتشاف. وكانت هناك نتائج جد إيجابية، قدرنا نحسن من نسبة نجاح الاكتشافات اللي كانت في واحد الوقت في حوالي 20-25%، اليوم أصبحت تفوق 40% نسبة نجاح الاكتشافات. طبعا أدخلنا أيضا نحن بصدد إدخال تكنولوجيا، أدخلنا تكنولوجيات لأن تعرف الاكتشاف يعتمد على المعطيات، ولازم هذه المعطيات يتم معالجتها بطريقة بجودة عالية، لازم مراكز للحسابات يكون متطور. وكان هناك أيضا الشركاء الأجانب مثل إيني الإيطالي اللي قدر يدير في الحقل الجديد، في العقد الجديد قدر يدير اكتشافات جديدة في هذا الحقل، وهذه الاكتشافات تسمح لسوناطراك تسمح لها باش تحقق كما قلت مقبل اللي هو الأمن الطاقوي على المدى الطويل، لأن هذا هو المبتغى تاع سوناطراك. عندها مخطط استراتيجي على المدى المتوسط وأيضا على المدى الطويل خاصة 2050
وما وراء 2050. جيد. سيد زميش، تحدث سيد زرداني منذ قليل عن قضية، أو تحدثتم أنتم منذ قليل عن قضية أن هذه المشاريع كانت بأيدي جزائرية وبشركات جزائرية. كيف تم الوصول إلى هذا التحدي؟ لأنه من قبل كان تحدي، كانت هناك شراكات مع دول أجنبية، وكانت حتى بعض اليد العاملة ربما ليست جزائرية. اليوم نتحدث عن مشاريع بأيدي جزائرية، كيف توصلتم إلى هذا سيد زميش؟ يعني الحمد لله تأسست الشركة في 2001، يعني الآن عمر الشركة ما يقارب 22 سنة، نقول 22 سنة يعني من الوجود، 22 سنة من الوجود سمح لها باش تكتسب خبرات كبيرة يعني في ميدان إنجاز المشاريع واستغلالها. الآن عندنا 11 محطة، نقول صدر بإضافة المحطتين محطة الباخرة المحطمة والمرسى، دوك ولات عندنا 12 محطة في حيز الاستغلال. الاستغلال هذا تتم به يعني يقوم به يعني مهندسين جزائريين وعمال جزائريون يعني في 100%. هذا سمح لنا يعني في مرحلة الاستغلال دونك اكتسبنا الخبرة في الاستغلال. ومن خلال 20 سنة يعني من إنتاج المشاريع وإنجاز المشاريع هذه تمكننا من اكتساب خبرة في إطلاق يعني الدراسات الأولية. بقات لنا برك يعني المكاتب الأجنبية نستعملوها فقط في الدراسات الهندسية ولا في التجهيز. هذه ان شاء الله اللي ان شاء الله بالك نخططوا عليها ان شاء الله في القريب العاجل. ان شاء الله في المستقبل باش نزيدوا، تولي عندنا الكفاءه يعني في الانجاز في الاستغلال ما في تجهيز المشاريع. جيد. سيد زميش، فقط ربما حتى نجيب عن تساؤلات المواطنين اليوم، بدنا نتحدث عن هذه المحطات التي تم استلامها وهي حيز الخدمه في العاصمه. المواطن يتساءل، يقول لك رغم هذا ما زال هناك ربما احتياجات كبيره في العاصمه، ما هي النسبه التي وصلنا اليها في العاصمه من تغطيه المياه الشروب؟ الان يعني كي نبداو نحسبوا عندنا 11 محطه حيز الاستغلال، نزيدوا لها 2 صافي 13 محطه. هو رقم كبير يعني 13 محطه يعني تزود بما يقارب 17% من اكثر من 17% من مساهمه تحليه مياه البحر. في التزويد بالماء الشروب يعني مع دخول 5 محطات الجديدة في حيز الخدمة في نهاية 2024 النسبة هذه تطلع 42%. البرنامج مازال مستمر، كاين برنامج على المدى المتوسط والمتمثل في إنجاز 6 محطات أخرى. على مستوى الشريط الساحلي، وباش نرفعوا النسبة هذه 42% إلى 60%. كي نوصلوا 60% إن شاء الله هذا هو الوقت، لأن الهدف تاعنا باش نحققوا الأمن المائي ونقصوا يعني نخفضوا من التأثير تاع شح الأمطار في تزويد المواطنين بالماء الشارب. جيد. سيد زداني، هناك قضية مهمة جدا، صنع تراك معروفة بالبترول والغاز، لكن هناك أيضا مشاريع خاصة بالطاقات المتجددة. سيد زداني، طبعا هو مستقبل صنع تراك. طبعا سوناطراك كباقي الشركات الكبرى العالمية هي أيضا تحضر في المستقبل، تحضر لانتقالها الطاقوي، انتقال الطاقوي لسوناطراك، وتشارك أيضا بفعالية في برنامج الانتقال الطاقوي للجزائر بصفة عامة. عندنا برنامج خاص بالمناخ، لما نتكلم عن الانتقال الطاقوي نتكلم على المناخ وعلى خفض البصمة الكربونية في جميع نشاطات سوناطراك، وأيضا برنامج لتطوير الطاقات المتجددة في البصمة الكربونية. كان برمجنا عدة مشاريع، كان مشاريع استقبلناها في سنة 2022 واللي سمحت لنا باش نخفضوا حرق الغازات في مستوى الحقول 9% بالمقارنة مع سنة 2021. وكذلك نقدر نمد رقم واحد آخر، خفضناها بحوالي 20% مقارنة بسنة 2017. اللي كان شدوا 2017 وشحال كانت سوناطراك تحرق الغازات. كاين هناك أيضا مشاريع مستقبلية لكي نصل إلى عدم حرق الغازات. هذا هو الهدف تاعنا، غاية سنة 2030. في مجال الطاقات المتجددة اطلقنا المشروع تاع ثاني محطة كهروضوئية، لأننا أنجزنا أول محطة كهروضوئية في حقل بير بعنور، والآن اطلقنا المشروع ثاني محطة كهروضوئية في نفس الحقل. وكذلك عندنا مشاريع في حوالي 10 حقول
على المدى المتوسط بطاقة 150 ميجا واط. وهذه المشاريع تسمح لنا تسمح الحقول باش يستعملوا هذه الطاقة، وكذلك تسمعنا بتوفير الغاز وتصدير كميات إضافية من الغاز. كذلك عدنا مشاريع تجريبية أو دي بيلوت، مشاريع تجريبية في الهيدروجين. عدنا اثنين مشاريع، مشروع لإنتاج الهيدروجين عن طريق الطاقة الكهروضوئية، والمشروع الثاني هو نقل الهيدروجين في الأنابيب لكي نجرب النقل. وكذلك قمنا بتدشين سنة 2022 مخبر شمسي لطاقة شمسية. هذا مخبر مهم جدا، يسمح لنا باش نجرب تكنولوجيات طبقا للمناخ، لأن الطاقة الشمسية تتعلق أيضا بالمناخ. صحيح. لكي نتحصل على أكبر طاقة ممكنة. وأيضا فتحنا هذا المخبر للجامعات الجزائرية لكي تعمل فيها التجارب تاعها. الانتقال الطاقوي هو هدف استراتيجي من أهداف سوناتراك في المستقبل إن شاء الله. جيد. في الأخير سيد زداني، سيد زميش تحدث عن الجانب البشري، أنتم اليوم حسب الحصيلة الأخيرة توظفون 200 ألف عامل في مجمع سوناتراك، منهم 22% نساء أيضا. طبعا 200 ألف عامل سوناتراك وجميع الشركات الفرعية كمجمع. سوناتراك وحدها توظف حوالي 65 ألف عامل، وكل عام سوناتراك عندها توظيف حوالي 3000 عامل، خاصة في الجنوب الجزائري، نصفهم أكثر من نصف في الجنوب الجزائري. النساء أيضا يحظوا بمرتبة مهمة في الموارد البشرية في سوناتراك. وسوناتراك عندها مشروع هيكلي هو خاص بتطوير الموارد البشرية وكذلك تطوير الكفاءات، لأننا بالنسبة لكل هذا الأهداف الاستراتيجية لازم الكفاءات في جميع الميادين تاع سوناتراك تكون حاضرة في المستقبل. لذلك عندنا مشروع خاص بالموارد البشرية، لأنها هي المصدر الأول للثروة بالنسبة إلى سوناتراك. جيد. ونبقى دائما نتابع هذين القطاعين، قطاع الأمن المائي والأمن الطاقوي، في مواعيد أخرى بحول. شكرا لكم سيد رشيد زرداني، أذكر أنتم نائب الرئيس المدير العام المكلف بالاستراتيجية التخطيط والاقتصاد بمجمع سوناتراك. شكرا لكم سيد، وشكرا موصول للسيد سفيان زميش مدير التطوير بالشركة الجزائرية للطاقة. شكرا لكم سيدي. بعد فاصل قصير يلقاكم زميلي بدر الدين عباسي في الملف الدولي. شكرا جزيلا لك سيد أحمد، أهلا بكم مشاهدينا إلى الملف الدولي. إذن يحيي الفلسطينيون هذا الخميس الذكرى 47 ليوم الأرض الفلسطيني، وهي المناسبة التي أصبحت عيدا للأرض والدفاع عنها منذ العام 76 900 ألف، حين استشهد في تلك الهبة 6 مواطنين وجرح 49 واعتقل أكثر من 300 شخص. وجاء يوم الأرض بعد هبة الجماهير الفلسطينية في أراضي 48 معلنة صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد التي انتهجها الاحتلال الإسرائيلي. وتمخض عن تلك الهبة ذكرى تاريخية سميت يوم الأرض الفلسطيني. تأتي هذه الذكرى إذن هذه السنة وسط تصعيد الاحتلال الصهيوني من انتهاكاته ضد الفلسطينيين من تهجير قمع واعتقال، تنفيذا لمخطط الاستيطان الذي تنفذه حكومة المجرم نتنياهو خصوصا بالضفة الغربية، التي فجرت مقاومة شديدة من الشباب الثائر ضد الظلم والاحتلال.
أهلا إذا بكم مشاهدينا، ونسعد باستضافة الأستاذ نبيل كحلوش الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية. أهلا بك. شكرا، كذلك أشكر على الاستضافة ومرحبا بكم وصحافة جميع الجزائريين. شكرا جزيلا. إذا رمزية يوم الأرض الفلسطيني تعود بعد هذه الذكرى، هي الذكرى 47 منذ العام 1976 كما أسلفت الذكر، لكن هذه المرة تأتي ضمن تطورات على الأرض، مقاومة في الضفة الغربية وكذلك مشروع استيطاني للكيان الصهيوني ينفذ على الأرض. ممتاز، وزيادة على كلامك أيضا هي القضية التي فجرها المسؤولون الصهاينة حينما تكلموا عن الدستور، عن وضع دستور لكيانهم، وهذا يعني بأن هناك إشارة لابد أن ننتبه إليها، وجود مشروع لم ينتهي بعد. الكيان الصهيوني هو عبارة عن مشروع لم ينتهي بعد، ولهذا فلا يمكنه أن يضع دستورا يحد حدوده السياسية أو يحدد هويته الوطنية أو كذلك يحدد أيضا تاريخه وجذوره التاريخية. وهذا يعني أننا أمام كيان، أحسن شيء فعلت الجزائر أنه سمته كيان صهيوني، لم تعترف به كدولة، وهذا يعني بأن الجزائر كانت تدرك جيدا بأنه لا يمتلك مقومات وشروط أن يكون دولة، نعم بالأخص وفق الشروط المعاصرة. وحينما أتت اليوم ذكرى الأرض أو يوم الأرض، ندرك لابد من بعض المفاهيم. المفهوم الأول الذي يمكن أن ندركه هو أن الحرب الصهيونية في حد ذاتها هي حرب ضد الزمن والمكان. فحينما نتكلم عن يوم الأرض فنحن نتكلم عن أرض تحمل بطبيعتها قيمة اجتماعية، صحيح، قيمة تاريخية ورمزية حضارية. الكيان الصهيوني له عقدة أمام هذه المعطيات وأمام هذه المدركات، فلهذا يسعى جهده إلى أولا اقتحام باحات المسجد الأقصى كما فعل بعض المستوطنين اليهود البارحة واليوم، وهذا لضرب الرمزية الدينية والرمزية التاريخية. اثنين، توسيع الاستيطان ببساطة، لا يعانون من أزمة سكن، الاستيطان هو عبارة عن مشروع له علاقة بالتغيير، نعم بالتغيير الديمغرافي أصلا للأرض، وهذا يعتبر حربا على الإنسان. بالإضافة إلى المدرك الثالث الذي يمكن أن نفهمه من ناحية الاستراتيجية، هو أن هذا الكيان يسعى للتوسع حتى على حساب جيرانه الإقليميين. فمؤخرا مثلا تم طرح خارطة تم إزاحة الأردن منها وغيرها، وهذا يدلل أطماعه الاستيطانية. بالضبط، وهذه أمور معروفة بالنسبة لنا، أي شخص يبحث دراسة استراتيجية سوف يجد الكثير من الخرائط، من بينها خارطة غير موجودة فيها الأردن نهائيا، خارطة أخرى فيها بابل كعاصمة للعراق بدلا من بغداد، والكيان الصهيوني يكون قد توسع إليها بحكم العداء الأبدي بين اليهود الصهاينة، بالأخص اليهود المتطرفين الذين كانوا يحملون فكرة يهوذا الجنوبية بينهم، والعداء الأبدي بينهم وبين بابل. إذن فهناك الكثير من الرمزيات التاريخية التي يوظفها الكيان الصهيوني في المجال السياسي. فحينما تأتي ذكرى يوم الأرض فهذا يفجر كل الألغام الموجودة فيها، يعني نطرح الكثير من الأسئلة في يوم الأرض، هذه الأرض لمن بالضبط؟ ما هي الحدود التي يمكن الكيان الصهيوني نفسه أن يعترف بأنها حدوده، والحدود التي بإمكانه أن يعترف بأنها للفلسطينيين، وهذا يجعله في تناقض مع المبادرة العربية 2002 اللي هي السلام مقابل الأرض، محل الدولتين، وهو الحل الذي طرحته لكنه يمتلئ الأرض ولا يقدم السلام في المقابل، لأنه مشروع لم ينتهي بعد. هذا هو الشيء الذي لابد أن ننتبه إليه. سؤال آخر، ربما حينما نتابع تطورات المشهد في فلسطين مؤخرا وما يحدث في الضفة الغربية والمقاومة التي تفجرت، وحينما نتحدث عن يوم الأرض نتحدث أيضا عن عودة إلى ذكرى هبة شعبية كانت في أراضي 48 التي كان يظن ربما المحتل بأنها لن تنفجر عنها مقاومة شعبية. يعني ما التحديات الآن التي هي أمام الشعب الفلسطيني في ظل كل هذه التطورات في فلسطين؟ هناك صراع فكري صامت جدا يحدث حاليا، والفلسطينيون ربما انتبهت الكثير من نخبهم إلى أن هذا الصراع الفكري سوف يتجاوز فقط الصدام السياسي، سوف يتجاوز أيضا العمليات القتالية المشتركة بين الطرفين، بالإضافة إلى مفهوم آخر هام جدا. احنا اليوم أمام إن صح القول توتر دبلوماسي بين الكيان الصهيوني، بين قادة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية التي هي حليفه أصلا، بالضبط الإدارة الأمريكية، وكذلك بين الكيان الصهيوني داخليا، يعني بين النظام في حد ذاته، نعم، والأحزاب الأخرى. نتكلم اليوم عن أحزاب مثل الشاس، مثل يهودية التوراة المتحدة، نتكلم عن حزب الليكود وكثير من الأحزاب التي شكلت تحالفا سياسيا بينها.
ضد أحزاب أخرى بعضها ينتمي للعلمانية أيضا وبعضها له توجهات سياسية أخرى، بمعنى أنه إذا حللنا من زاوية الدراسات السياسية المقارنة سوف نجد بأنه كيان صهيوني عنده أزمة داخلية في حد ذاتها تتمحور حول طبيعة الحكم، ولكن ليس فقط طبيعة الحكم بمعنى من يحكم من، لأنهم تجاوزوها هذه الأمور منذ عقود إن صح القول، ولكن كيف يحكم وما هي مرجعيته. فكيان الصهيوني حاليا أزمته إيديولوجية أكثر منها. طيب معذرة دكتور، لكن ربما ما هي التحديات التي يقف عندها اليوم الفلسطيني المقاوم في ظل هذه الانقسامات وفي ظل هذه الصراعات الداخلية اليوم؟ نعم، في ظل كل هذه الانقسامات، في ظل كل هذه التحديات، وفي ظل هذه الأزمة التي يعيشها كيان الصهيوني داخليا وخارجيا، هنا تأتي تحديات الفلسطينيين. كيف أولا يستغلون الخلافات السياسية داخل الكيان الصهيوني؟ كيف يستغلون التغير الذي طرأ على نسيج العلاقات الدولية بين الكيان الصهيوني وبين روسيا، حيث حدثت الكثير من الأزمات في سنة 2022، وبين الكيان الصهيوني وبين حليفه الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية كما يحدث اليوم في 2023؟ إذن فأكبر تحدي هو كيف بإمكانهم أن يستغلوا هذه الخلافات الداخلية وكذلك الخلافات الخارجية، بالإضافة إلى تقوية جبهتهم. يعني إذا كان عدوهم الآن يتفرق، شمله يتشتت، فهي فرصة من أجل فكيف البشر. نعم، كيف يمكن أن يلموا شملهم من جديد؟ وعليه فلابد أولا الفلسطينيين أنهم يدركوا جيدا بأنه أحيانا الكيان الصهيوني يسعى للتضحية بهم من أجل أن يلم شمله. يعني هو يعيش حالة أزمة سياسية وأزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم، ويبعث مستوطنيه البارحة واليوم أيضا صباحا لاقتحام باحات المسجد الأقصى، بمعنى أنه يحاول قدر الإمكان خلط الأولويات وتوظيف الكثير من الأوراق حتى يحول الأنظار من جهة إلى جهة أخرى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أولا إفلاسه من حيث الحلول السياسية، ولكن كذلك يدل على أنه مستعد للمضي قدما من أجل التضحية بالفلسطينيين أنفسهم من أجل مآربه السياسية وتوحيد صفه حتى يظهرهم كأنه العدو المشترك الذي لابد أن لا يختلف اليهود والصهاينة أمامه. نعم. طيب، هل يمكن تعديد إنجازات بالنسبة للمقاومة الفلسطينية بالنسبة للتيارات السياسية في فلسطين منذ تاريخ ربما 76 900 1000، تاريخ هذه الهبة الشعبية؟ ببساطة رغم كل ربما ما يحدث بالضبط، يعني بين إنجاز وإنجاز، بين منجز ومنجز نجد الكثير من النكبات للأسف، ولكن هناك منجزات. أولا أكبر إنجاز حققه الفلسطينيون أنهم بقوا محافظين على هويتهم الفلسطينية واتحادهم الوطني رغم كل شيء. يعني لو تعرضوا ربما ما تعرضت له لو تعرضت دولة أخرى ما تعرضت له الفلسطينيون ربما قد فنيوا نهائيا. يعني نعم، من الزمان والمكان. نعم. نعم، من الزمان والمكان، مثل ما قال الكثير من الخبراء أنه لو تعرضت دولة أخرى للاستعمار الذي تعرضت له الجزائر بتلك الأساليب وبتلك المدة الزمنية الطويلة ربما اختفوا عن الوجود. كذلك ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم بتلك الأساليب يعني الحديثة والمتطورة جدا للصهاينة ربما اختفوا. إذن أكبر منجز أنهم بقوا على قد الوجود. هذا أمر، نعم، هذا أمر هام جدا، لأنه الصراع هناك ليس مجرد صراع سياسي، هو صراع وجودي في حد ذاته، تستخدم فيه وتوظف فيه أكثر الدلالات الدينية وأكثر التفسيرات الميتافيزيقية ضربا في التاريخ ضد الطرف الآخر. يعني هذا هو الشيء الذي يفعله الصهاينة، وفي الوقت نفسه حتى يشتتوا الأنظار يرسلون قيادتهم وخنازيرهم لكي يدحسوا يعني أي شيء يلقاه في المسجد الأقصى. إذا وجدوا إنسانا يقتلونه، إذا وجدوا شيخا يطردونه من المسجد، إذا وجدوا حتى تعبيرات ورمزيات معمارية يقومون بطمسها نهائيا. إذن فنحن أمام ماذا؟ نحن أمام كيان هو محور الشر في الكون. يعني كثير من السياسيين ربما يقومون بشيطنة العدو من أجل لم شمل حلفائه، ولكن الصديق والعدو على حد سواء يتفقون على أنه سياسة الكيان الصهيوني ليست بالسياسات السهلة، هي سياسة كائن يعني حاقد على العالم بأسره. لابد أن نفهم ولابد أن نفسر الأمور ليس من منظور نظريات سياسية الجامدة والجافة ولا من منظورات أكاديمية ما عندها حتى معنى، بل ننظر للأمر كواقع كما هو ووفق المصادر التي يستخدمها ويعتمدها الصهاينة أنفسهم في تبرير وجودهم. بهذه الطريقة بإمكاننا أن نفهم لماذا يتصرفون بهذا الشكل، وبإمكاننا أن نتنبأ إلى حد ما إلى أين يريدون الوصول. طيب، ماذا عن دور ربما الإعلام العربي خصوصا والمسلم بشكل عام في دعم هذه القضية، في ربما تقديم الدعاية الإيجابية التي تخدم هذه القضية؟ سؤال ممتاز، بالأخص هذا المصطلح الدعاية الإيجابية. يا أخي، الإعلام
العربي عموما للأسف لازال يتعامل وفق منطق ردة الفعل، حينما يحدث انتهاك مثلا، حينما تحدث مجازر، حينما يقوم بردة الفعل، ولكن الدعاية الإيجابية تتطلب الكثير من الخطوات. أولها الاطلاع على فكر الصهاينة أنفسهم. اثنين، الاطلاع على المقالات وعلى البحوث التي ينتجها الخبراء الصهاينة التي تحدد جيدا نقاط قوة ونقاط ضعف الكيان الصهيوني. فعلى سبيل المثال في سبتمبر 2020 كان هناك كتاب، هو كتاب إنجليزي على كل حال، من أحد المراكز البحث اللي هو إيناساس في تل أبيب، بعنوان سيناريوهات التهديد الوجودي لدولة إسرائيل. يطرحون الكثير من السيناريوهات، من أهمها هو عدم التجانس السوسيوثقافي والسياسي داخل الكيان الصهيوني، بين القوميات التي تم التقاطها من هنا وهناك بين قوسين لكي يشكلوا هذا الكيان. إذن فهناك أزمة من ناحية التجانس السوسيوثقافي، وأزمة من ناحية التجانس الإيديولوجي أيضا، وهذا ما نعيشه فعلا. الكتاب صدر في 2020، اليوم في 2023 نحن نتكلم عن هوية للدولة، يتكلمون عن تاريخ للدولة، عن تحديد للعديد من المفاهيم. إذن فإعلامنا مطالب بهذه الخطوات، بالإضافة إلى خطوة رابعة أيضا وهي هامة جدا في إعلامنا، أن يقوموا بصياغة برامج سياسية تعتمد على البحوث العلمية في حد ذاتها، يعني لإقناع المشاهد بدل من الخطاب العاطفي. مثلا أستطيع أن أقول لك بسهولة في الإعلام يا المشاهدين الكرام، فلنتعاطف مثلا مع الفلسطينيين، أو فلنتعاطف مع القضية الفلانية، ولكن هذا لا يكفي. لأنه من الأحسن أني بدل من أن أقول لك تعاطف مباشرة، أن أكشف لك بالضبط خبايا العدو، أن أكشف لك بالضبط على ماذا يعتمد الخصم، ما هي أكاذيبه، ما هي التضليلات التي يقوم بها، ما هي المصادر التي يعتمد عليها. ربما بقيت دقيقة فقط حتى نكمل هذه الفقرة في نفس السياق، ألا يحتاج ذلك إلى مراكز ومراكز دراسات كذلك عربية متخصصة في الفكر الصهيوني، في السياسات الإسرائيلية، حتى نفهم هذا العدو اللي نتعامل معه على أساس أنه عدو حتى فيما يتعلق بالجانب الأكاديمي؟ ممتاز. يعني معرفتك بعدوك هي أول خطوة من أجل هزيمته، جهلك بعدوك هي أول خطوة لكي تنهزم أنت. بهذا الشكل يمكن لإعلامنا أن يدرك جيدا بأن أولا تنسيقه وتعاونه مع مراكز البحث هام جدا. اثنين، أن تكون هناك كما تسمى بمراكز الفكر، هذه مراكز الفكر تكون متخصصة في الدراسات الاستراتيجية، وأعتقد بأن الجزائر لابد أن تمضي قدما نحو هذا. يعني حتى من ناحية القانونية لابد أن يعرف الكثير من رجال الأعمال في الجزائر أنه بإمكانهم عن طريق أموال الضرائب تلك أن يمولوا جمعيات، يعني هي ليست جمعيات ولكن عبارة عن مراكز بحث، الجانب القانوني تاعها هي عبارة عن جمعية. إذا بإمكانهم أن يمولوا هذه المراكز، لأنه ببساطة هي التي يمكنها أن تسوغ، ليس فقط السياسة، تحتاج إلى تأطير رسمي. نعم، وأعتقد بأنه في الآونة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، هناك مؤشر إيجابي جدا أنه مصطلح مراكز البحث، مراكز الفكر كمصطلح، المفاهيم، مراكز الدراسات بدأ ينتشر أكثر فأكثر في الإعلام الجزائري. كذلك بدأت تنشأ الكثير من المراكز مهما كانت تجربتها، هناك مراكز فتحت ثم أغلقت، هناك مراكز فتحت ولا زالت شيئا فشيئا، وهناك مراكز كبرت. إذن فلابد أن نفهم بأن الدور الإيجابي لمراكز البحث هام جدا، لأنه هو في الحقيقة الذي بإمكانه أن يساعد في صياغة السياسة العامة، في صياغة كذلك الفكر الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بخدمة القضية الأمة وهي قضية فلسطين. شكرا جزيلا دكتور نبيل كحلوش، الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، على الحضور معنا في هذه الفقرة وتقديم كل هذه الشروح. شكرا، بارك الله فيكم، سأصحبكم. إذا بدا مشاهدينا إلى ختام الفقرة الدولية لنهاري اليوم، العودة إلى الزميل سيد أحمد. شكرا لك بدر الدين والي الأستاذ نبيل كحلوش، نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج الجزائر المباشر، نلتقي في موعد مقبل بحول الله.